اهلا بك يا سينا، منوره النهارده طبعا الاحتفال بمولد اغنيه جديده ما بهتمش. متابعه رد الفعل على اليوتيوب ازاي والاغنيه وكده يعني؟ لا الحمد لله متابعاه يعني، بشوف يعني ليا ناس كتير قوي بتخش تقول لي مثلا لو انا شغلت شويه عنها زينب حصل كذا، زينب في ناس عامل بتاع الاغنيه زينب الاغنيه شبه كذا كده يعني. طب توقعت رد الفعل ده؟ صراحه مش هكدا متوقعه اكتر من كده، بس يعني ان شاء الله خير. طب اول الاغنيه ما نزلت يعني كان احساسك ايه؟ لا احساس يعني خايفه جدا وتوتر، وان دي اول اغنيه ليا، وكمان كنت فرحانه جدا اكتر ان الاغنيه متكرره تاني. طب كلمينا عن التعامل مع روتانا، يعني الشركه العريقه دي، يعني لما عرفت ان انت خلاص يعني هتمضي عادي مع روتانا كان احساسك ايه ساعتها؟ كنت فرحانه قوي والفرح ده كان فيه توتر شويه، اللي هو ايه ده انا هروح الشركه فيها عمالقه طبعا كتار. ايه ده انا هبقى في روتانا وبقى زميلة اليسا بقى. لا فالحمد لله يعني ده شرف كبير ليا. ما شاء الله. طب عايزين برضه نتكلم عن التعاون مع يعني اثنين كمات كبار في التلحين والغناء، يعني سواء محمد النجار او محمد يحيى، كلمينا عن التعاون معاهم. لا يعني مش كده صراحه يعني، كمثلا ملحن محمد يحيى فهو عظيم جدا، عظيم وكل الحانه عظيمه، وهو يعني جميل كده وحد يعني روح حلوه ومش تانيك نهائي، وبجد يعني هو من احسن الناس اللي اتعاملت معاها. كان ليك اي تعديلات على كلمات الاغاني الاغنيه او تلحين نفسه لما سمعتيها؟ لا 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 نهائي، هي الاغنيه الحمد لله يعني كانت عامه ككلمات والحان الاثنين ما فيهمش غلطه، بس هي كانت حاجه بالنسبه لي اللي هي ايه ده خضه الاغنيه كلماتها ثقيله عليا كتير. يعني فكانت خضه بقى بالنسبه لي واكتر. طب سمعينا حاجه منها. ضميري بيأنبني عشان تنتني دموعي لما قلت لي هتسيبني، مش حابه بالذات انت تبقى شايفني في عز ضعف اللي غالبني، وانا ما استاهلش اصغر كده بصغر كده بالشكل ده فعنيك، لا دي الوحده قوتها فورها كبرياها، وانا مش هصعب عليك. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. طب حلمك في يوم من الايام تكون انت صوت مصر في يوم من الايام؟ يعني ده حلم كل مطربة مش انا بس، ان شاء الله يعني باذن الله. طب اللي جاي ايه ان شاء الله، او الجديد في الفترة اللي جاية؟ ان شاء الله في حاجة يعني قريب برضه من تجربتنا وهتبقى يعني جديد.